الحقيقه الاهلي بيعمل عظمه في كاس العالم للانديه، مش بس في ارض الملعب، لا كمان بره الملعب، وبيرفع اسم مصر في العالم كله. من امبارح والصحف العالميه بتتغنى بالمارد الاحمر، وما بتتكلمش غير عن ان المواجهه المرتقبه مع ريال مدريد. وكتبت صحيفه اس، اكبر صحيفه اسبانيه، الاهلي يواجه ريال مدريد. وكمان صحيفه ديلي ميل البريطانيه كتبت حسرة بامتياز لفريق سياتل ساوندرز الأمريكي سببها الخصوم المصريين. وكتب موقع مدريد يونيفرسال، ريال مدريد أصبح على موعد مع مواجهة عملاق الكرة المصرية النادي الأهلي. وفرانس 24 كتبت الفوز المتأخر عن طريق أفشة يصنع نصف نهائي بين الأهلي وريال مدريد. كمان من الصحف العالمية اللي كتبت برضو كانت صحيفة ماركا الأسبانية اللي كتبت سيكون الأهلي ملك إفريقيا العظيم منافس ريال مدريد الأربع. وأخيرا موقع MLS الدوري للدوري الأمريكي كتب الأهلي يقصي سياتل ساوندرز بحسرة من كأس العالم للأندية. الحقيقة مهما قلنا مفيش حاجة ممكن تعبر عن شعورنا بالفخر بالنادي الأهلي وبنجاحات النادي الأهلي عمال يحققها، من نجاحات كرة القدم لنجاحات تانية. خلينا نقول يد سيدات الأهلي اللي فازوا امبارح برضو على فريق الشمس في المباراة اللي جمعت بينهم في